السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة أقول لكم حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب بعد رجوعهم بكام يوم، وأقول لكم كمان محاولة الانتحار اللي هي عملتها، وأقول لكم نتيجة تحليل المخدرات للفنانة شيرين عبد الوهاب قبل ما تخرج من المستشفى، وأقول لكم كمان النهاردة معايا موضوع خبر إسلام الفنانة اللبنانية أو المغنية اللبنانية نانسي عجرم. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه، اول حاجه اكلمكم عن موضوع انفصال شيرين وحسام. بصوا يا جماعه، كلكم عارفين الازمه اللي عدت بيها الفنانه شيرين، موضوع المخدرات والمصحه وموضوع طلاقها من حسام حبيب، وبعد كده رجعت وعملت زي بوم كده لما عرضت كاتب كتابها في حلقه للاعلامي عمرو اديب، وقالت ان هي رجعت له رغم انف اخوها وامها وعيالها والدنيا كلها، وتحدد الدنيا كلها ورجعت له. طب ايه اللي حصل امبارح؟ طبيب نفسي شهير يفجر مفاجأة، بيقول لك ان هم بينفصلوا، ان هم من ساعة ما كتبوا الكتاب في مشاكل كتير ما بينهم، واليومين دول بينفصلوا. ده طبيب شهير كان بيعالج الفنانة شيرين عبد الوهاب طلع قال الكلام ده، وقال كمان ان هي من قيمة كام يوم عملت محاولة انتحار. السبب ايه؟ السبب المشاكل اللي حصلت بينها وبين حسام حبيب، لان هو ما اتغيرش وهو زي ما هو وبيعمل كل حاجة كانت هي رفضها، فيأست وما تقدرش تطلع تتكلم ولا تقول اي حاجة فاتصدمت فيه. كمان بيقولوا لك، هقول لكم بقى الموضوع اللي عمالين يتكلموا فيه من ساعه ما رجعت، موضوع ان هي مريضه مسحوره، ان هي مش مبسوطه، ان هي كان متنومه مغناطيسي. يا جماعه بيقول لك وهي قاعده في كاتب الكتاب قال ايه، تحسوا كده ان في حد منومه نوم مغناطيسي. ناس كتير قوي قال لك ده تحت تاثير سحر اسود، ناس كتير قاعد يقول لك ده جماعه فيها حاجه. كمان ده وصلت بيهم ان هم يقولوا ان عقد قرانها او كاتب الكتاب بتاعها باطل. باطل ليه؟ بيقول لك ان هو ما كانش دون شهود فعشان كده باطل. ناس تانية يقول لك لا، ده بسبب حركه عملتها كده في كاتب الكتاب وهي قاعده، دي اللي خلت عقد القران او كاتب الكتاب باطل. كلام كتير قوي يا جماعه، كله ملوش اساس من الصحة. شيرين ولا هي معمول لها سحر اسود ولا مريضة ولا مسحورة. اصل في طبيب نفسي طالع يقولك ايه، شوفوا كده لغة الجسد في الفيديو بتاع كاتب الكتاب اللي اتعرض في برنامج عمرو اديب، هتحسوا كده ان هي مسحورة او ان هي مش طبيعية او ان هي ايه بتبعت اشارات كده. الاشارات دي بتقول ان هي بتقول للناس الحقوني. هو في حد كتفها ايد ورجل؟ هو في حد شربها حاجه اصفره وقال لها روحي اتجوزي حسام حبيب؟ ده هي اللي بارادتها، هي اصلا خرجت من المصحه على الفيلا بتاعت حسام حبيب وفضلت قاعده معاه من غير ما يتجوزوا 5 ايام، وبعد كده طلعت قالت اصل انا يا جماعه كنت بكتب كتاب. كانت بتكتب الكتاب في كامل وعيها وهي عارفه هي بتعمل ايه. دي اساسا يا جماعه كتبت الكتاب واتجوزته عنادا في اهلها وعيالها. عيالها بنتها امبارح طلعت تقول انا ماليش ام، امها طلعت وقالت انا بتبرأ من بنتي وبنتي ما تمشيش في الجنازه. اخوها متبري منها من بعد ما رجعت لحسام حبيب. يبقى ازاي كان منومها مغناطيسي او ازاي كان مسحور لها ومعمول لها سحر؟ وناس تانية بقى بصوا اضحكوا، ناس تانية تقول لك ايه، ده الشيخ المأذون وهو بيقول كلام كده بتاع ربنا قبل ما يخش في كتب الكتاب، تحسوا كده ان شيرين مش طايقة تسمع الكلام، مش طايقة تسمع كلام الشيخ، كله كلام كدب في كدب. هي قاعده كانت عماله تعمل كام حركه كده، طبيعي طبيعي يا جماعه، هي كانت خارجه من مستشفى علاج ادمان وامراض نفسيه طبيعي، وما كملتش كمان علاجها وخرجت قبل ما تكمل علاجها. هقول لكم يا جماعه مفاجاه في نتيجه تحليل 6 انواع من المخدرات
الفنانة شيرين قبل ما تخرج من المستشفى. بيقول لك ذكر مصدر طبي على دراية بحالة شيرين إن الوظائف الحيوية في جسم شيرين مستقرة قبل خروجها من المستشفى، والتحاليل بتاعت المخدرات بتاعتها حللوا لها لست أنواع منهم الحشيش والترامادول، حاجات كتير إلخ يعني، فطلعت النتيجة سلبية. وبيقول لك ان هي حالتها كانت مستقرة وهي في المستشفى، هي كانت بتعاني من أزمة نفسية نتيجة اضطراب الشخصية الحادية بجانب اكتئاب الانسحاب، ده اللي كانت بتعاني منه شيرين. يعني بيقول لك مفيش مخدرات، النتيجة كانت سلبية. بصوا يا جماعة، في انواع من المخدرات لما بتشربها وبعد يوم ما بتبانش في التحليل، مش انا اللي بقول كده، ده دكاترة. في انواع ممكن تشربها بعد يوم ما تبانش في التحاليل اللي بتتعمل، عشان كده النتيجة طلعت سلبية. بصوا يا جماعة، دي بعت اهلها وامها واخواتها وعيالها بناتها كل الدنيا، بعت كل الدنيا اللي قالوا لها انت كده ماشية غلط، تبقى تستاهل كل حاجة، حتى لو هما بينفصلوا تستاهل، حتى لو هي حاولت محاولة انتحار برضو تستاهل، عشان اللي يبيع اهله يستاهل اي حاجة. موضوع بقى يا جماعة نانسي عجرم اللي قلب الدنيا، المطربة او المغنية نانسي عجرم اللي قلب الدنيا من امبارح للنهاردة، ان هي اعلنت اسلامها وارتدت الحجاب. طب هل الخبر صح؟ بصوا يا جماعة، في فيديو كده تداولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو ده بنت او حد شبه نانسي طبق الاصل، صدق اللي قال يخلق مش شبه 40، شبهها بالملي. اقول لكم بس شويه تفاصيل عن الفنانه نانسي عجرم. اسمها نانسي نبيل عجرم، عندها 39 سنه، من لبنان، مسيحيه، مغنيه، مخلفه ميلا وليا وايلا، مخلفه متجوزه دكتور اسمه فادي الهاشم، ده دكتور. بصوا يا جماعه، هي ما اسلمتش ولا دخلت الاسلام ولا لبست الحجاب ولا اي حاجة من دي، ولا ارتدت الحجاب خالص. ده بنت اسمها الاء بوشناق، الاء بوشناق شبيهة نانسي عجرم، حاصلة على ماجستير في الهندسة المعمارية، بلوجر كبيرة، بتنزل صور وفيديوهات، هي شبيهة نانسي عجرم بالملي، فولة واتقسمت نصين، لكن مش هي نانسي عجرم. فلما الناس شافتها قعدت تقول لك ده نانسي عجرم ارتدت الحجاب واسلمت والكلام ده كله، والموضوع غلط، مش نانسي عجرم يا جماعه، دي واحده شبيهتها بالظبط اسمها الاء، بلوجر كبيره بتنزل فيديوهات وصور، فلما الناس شافوها قالوا ده نانسي عجرم اسلمت واعلنت اسلامها وارتدت الحجاب. ده الخبر اللي كان معايا التاني. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة، وما تنسوش يا جماعة ميزة شكرا، اللي عايز يقول لي انا بحبك يا أم تسنيم، او انا معجب بفيديوهاتك، او انا بحترمك، يدوس على ميزة شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.